غريب لفظك ذاك عمير قلبك بالحب حسن أخلاقك نور قد أضاء سناه الدرب رم لذاتك منزلة واسمها إشراقة قلب واسمها إشراقة قلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة برج بن تهليمية، مرحبا بكم في درس آخر وهو بعنوان التعارف والتعايش. تعارف والتعايش. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن كلا النصين يدعون إلى التعارف والتعايش في سلم وأمان. نجيو دابا المفهوم ديال التعارف. مفهوم التعارف هو التواصل الإيجابي بين الأفراد أو الأمم بقصد التعاون على المعروف. مفهوم التعايش، نشوفوا دروك اش تنقصدوا بالتعايش. التعايش هو الاستعداد للعيش المشترك مع الآخر المختلف في العرق والدين واللسان بما يضمن وجود علاقة إيجابية معه، علاقة إيجابية معه بمعنى تحقيق مصالح شخصية. وسائل تحقيق التعارف والتعايش. إذن كاين عندنا التذكير بوحدة النوع الإنساني الذي حيث قال صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. إذا البحث عن المصالح المشتركة كتوفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وصحة وتعليم، تشريع بعض العبادات الجماعية كصلاة الجماعة والحج وصلة الأرحام، قاعد كلهم عبادات بها تنحقق التعارف والتعايش. الدعوة والمعاملة بالحسنى والقول الطيب لكسب الآخر قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نجيو دروكا نشوفوا عالمية الإسلام. عالمية الإسلام، كون أن الدين الإسلامي راه عالمي، أي واحد بيعتنق الإسلام يعتنقه. من خصائص الرسالة الإسلامية أنها عالمية، فهي دعوة تشمل جميع الأجناس والأقوام في كل زمان ومكان، كما أنها جاءت بتشريعات عامة لإصلاح حال جميع الناس مسلما كان أو كافرا. قال تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بالنبيين. إذن وصلنا لأش ضوابط تحقيق التعارف والتعايش في الإسلام، أشنا هي الضوابط اللي خصنا نحترمه. إذن الاعتزاز بالإسلام والافتخار بالانتماء إليه ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، حفظ حرمة الدماء والأعراض والأموال لجميع الناس مع اختلافهم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، التعايش السلمي مع الآخر والاستفادة من ثقافته دون موالاته أو التنازل عن العقيدة والشريعة الإسلامية، الالتزام بالعهود والمواثيق فلا تعايش مع من نقضها، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب لفظك زاك عمير قلبك بالحب حسن أخلاقك نور قد أضاء سناه الدرب.